بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس والأرض تحييكم. معلومة جديدة من معلومات ثقافة التنس اللي احنا اتفقنا عليها. النهارده معانا معلومة جميلة قوي، وهي عبارة عن مواصفات كرة التنس، الكرة الصفراء. كرة التنس ديت عبارة عن، لها قصة كبيرة جدا، هنختصرها مع بعض برضه عشان نبقى عارفينها ايه ليه هي بقت باللون الأصفر. نقول الأول إن هي كرة التنس هي عبارة عن كرة مطاطية صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، ذات شكل دائري. هذه الكرة مكسوة باللبات، اللبات دي مادة مطاطية وتأخذ اللون الأصفر لونا لها. طب ليه بنعملها باللون الأصفر؟ أو ليه بتلعب كرة التنس باللون الأصفر؟ الاتحاد الدولي للتنس سنة 1972 بالمناسبة قال لازم الكرة تبقى صفراء، لأن كان بدأ التلفزيون ينقل البطولات الدولية للجماهير على مستوى العالم، فلازم تميز الكرة عشان تظهر وهي بتتضرب في المضرب، تبقى ظاهرة وهي رايحة للمستقبل والمرسل، تبقى الكرة ظاهرة في التصوير. وبدأت بقت كرة صفراء. في كرة أحيانا بنلعب بالكرة البيضاء بس مش متداولة، وخلاص بقت الكرة الصفراء هي بتبقى أكثر الكور لعبا بيها. الكرة ديت بتتراوح وزنها ما بين 56 جرام وحوالي 7.7 جرامات أو 58.5، يعني ما بتبقاش تقيلة أوي، بتبقى حوالي 56 جرام أو 58 جرام، وهي تتميز بأنها كورة لا بيبقاش فيها خيوط، ما بيبقاش فيها أي حاجة بروز، بتبقى شكلها شكل اللون الأصفر اللي احنا اتفقنا عليه، وبتبقى الكورة متداولة يعني لها وزن ولها طريقة، حتى في التعبئة بتتعبى بطريقة معينة. شكرا، وإلى اللقاء في معلومة جديدة.